هعمل معاكو الوردة الصغيرة دي، يعني ينفع منها يتعمل كبير وينفع يتعمل صغير، بس انا هعمل الصغيرة وبنفس الطريقة ينفع تعمله الكبيرة. هجيب ستان عرضه سنتي وهمسك شريط الستان بالشكل ده، وهعمله مثلث كده، وعليه لحد ما توصل للشكل ده. وبعدين همسك طرف من اللي انا ماسكاهم وهشده بالشكل ده واثبتها في ايدي كويس، واجيب الابرة والخيط وده شكلها. ممكن في النص تحط فيه زرار رفيع خالص، بيبقى شكلها جميل برضو. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا.